عقدت الجمعية الجزائرية للطب الداخلي مؤتمرها 26 بالجزائر العاصمة في ظل انتشار فيروس كورونا. المشاركون فيه اعتبروا أنه تحدي كبير ورهان على حضور الأطباء من مختلف الاختصاصات لمناقشة آخر التطورات وتقديم دليل طبي لما بعد كوفيد-19. كان لنا الشرف أنه قدمنا الدليل أو ما يسمى لوغيد، الدليل تاع ما بعد الكوفيد، كيف نأخذ المرضى الذين عانوا من الكوفيد والآن عندهم مشاكل في الصحة. وهذا الدليل شيء مهم، يعني أحصى مجموعة من الخبراء قاموا به وكنا من ضمنهم على كل حال، نسقنا الأمور. ووزارة الصحة اليوم دارت يوم هي أيضا إعلامي حول هذا الدليل، وهذا يعتبر دليل لجميع الأطباء على المستوى الوطني. الأطباء المشاركون في المؤتمر خاصة من عايشوا أزمة كورونا في مصالحهم يحذرون من الموجة الثالثة ويطالبون المواطنين باحترام الإجراءات الوقائية. La pandémie n'est pas encore finie, il y a encore des malades, il y a encore la pandémie est toujours là. Actuellement nous vivons une troisième vague. Je profite de cette occasion pour dire qu'il faut faire encore attention, qu'il faut encore prendre les mesures de prévention parce que la maladie est toujours là. انعقاد هذه المؤتمرات الطبية في ظل الوضع الصحي الحالي هو بمثابة تبادل الخبرات والاستفادة من التكوين المتواصل، خاصة مع مشاركة بعض المخابر. أنا مفتخرين بزاف أن قدرنا نعمل نديروه اون بريزونسيال، معناتها حاضرين حضوريا. هذا ديجا هذا سي اون لا بروميير ريوسيت اللي قدرنا نديروها، ونتكلموا عموما على كل التكوين المتواصل عموما مع الأخصائيين زملاء في الطب الداخلي. الهدف من المشاركة تاعنا هو مناقشة دراسة قمنا بها، الهدف منها هو قياس نسبة دقة جهاز قياس الذاتي دياغنوتشيك مقارنة مع نتائج المخبر. أثبت جهاز دياغنوتشيك أنه عنده 100% من النتائج تكون في هذه المنطقة ألف وبا، دونك لا زون أ إي بي، دونك إلا مونتخي أون إلا ديمونتخي أون إكسيلونت بيرفورمانس أناليتيك. مثل هذه اللقاءات تعود بالفائدة على الأطباء ومرضاهم، خاصة في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم والجزائر معا، وتبقى الوقاية خير من العلاج.